السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. محبينا وتابعينا ونسمح حضراتكم قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله رب العالمين ثمار الجنة ان شاء الله رب العالمين. معانا النهاردة كيفية زراعة الملوخية. بسم الله ما شاء الله، من الالف للياء. نتابع مع بعض ونشوف الملوخية من الالف للياء، وان شاء الله الفيديو يكون خفيف ويعجبكم والكل يستفيد منه. نبات الملوخية هي واحدة من اسهل المحاصيل الزراعية في فصل الصيف، وتعرف الملوخية باسم الجود او الخبيزة. نبات جميل جدا وغني جدا بالفيتامينات، والى جانب سهولته طبعا احنا عارفين العناصر الغذائية اللي بيحتوي عليها اوراقه من حمض الفوليك والبيتا كاروتين واكثر من 32 فيتامين ومعدن وفيتامين حديد والكالسيوم واكثر من فيتامين ما شاء الله رب العالمين، غني جدا بالفيتامينات. ان كنت بتعيش في بلاد الشام فقم بزراعة الملوخية من شهر ابريل الى سبتمبر، واذا كنت بتعيش في الخليج فقم بزراعة الملوخية من شهر اكتوبر الى نوفمبر، ومرة اخرى من شهر فبراير الى شهر اكتوبر. وده طبعا بيعتمد على موقع سكنك، فدرجة الحرارة قد تكون أكثر اعتدالا كمناخ بلاد الشام وأكثر جفافا مثل المناخ الصحراوي في الخليج وداخل شمال أفريقيا. لذلك يتوجب عليك اتباع التوجيهات اللي احنا بنقول عليها دي إن شاء الله رب العالمين. وطريقة الزراعة بالنسبة لنا هنا في مصر بتكون الأوقات المناسبة لينا لزراعة الملوخية في الربيع، ولكن يمكن زراعتها أيضا في الخريف خاصة في المناطق اللي بتكون فيها المناخ الشتوي معتدل زي عندنا هنا في مصر. طريقة الزراعة يا جماعة بيكون في أحواض لو فوق السطح، وبتكون بعمق طبعا من 35 ل 50 سنتي، وده بيكون العمق المطلوب وأي مساحة حضرتك تقدر تزرع فيها. وبتجود زراعة الملوخية فهي سهلة جدا جدا جدا. بتحتاج طبعا لتربة خصبة، وبتكون التربة خفيفة ويكون المكان جيد الصرف. احنا هنا زي ما حضراتكم كده شايفين خلطنا التربة بتاعتنا بعد ما حرسناها كويس جدا بالشوكة اللي حضراتكم شفتوها دي، وخلطناها بالتربة ونصرناها، وبسم الله ما شاء الله. طبعا جودة البذور لها أهمية كبيرة جدا في بلوغ نبات الملوخية. طبعا غرس البذور في ناس بتغرزها كل 4 سنتي، وفي ناس بتعمل عملية نصر زي ما احنا بنعمل كده. وطبعا الملوخية من النباتات الجميلة جدا جدا جدا، محببة الى قلبي ومحببة لكثير من الناس. وياريت تقولولنا حضراتكم انتوا بتتابعونا منين، من اي بلدان العربية الشقيقة بتتابعونا. بالنسبة طبعا لوقت الشتاء جماعة والبرد القارس، طبعا صعب جدا 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 انك تزرع الملوخية في الوقت ده. بعد ما جهزنا التربة زي ما حضراتكم شفتوا كده، والتربة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا كأنك بتزرع فوق السطح بالظبط، وطبعا شلنا كل الأحجار وكل حاجة بتعوق النبات بتاعنا انه يطلع. يتم احضار بذور الملوخية، وطبعا بنعمل عملية نصر زي ما حضراتكم شفتوا كده، بتنصر الملوخية نصر متساوي في على المساحة كلها، وطبعا بنغطيها بطبقة خفيفة بعد كده طبعا عشان ما تجفش من أشعة الشمس المباشرة اللي بتكون موجودة. وطبعا بعد ما فككنا التربة ونصرنا بتيجي عملية الري. بنسقي بذور الملوخية بالرشاش زي ما حضراتكم شايفين كده، ومنعملش عملية غمر طبعا في جانب واحد من الحوض. لو عملت عملية الغمر ممكن تكون الحوض بتاعك مش متساوي وتيجي البذور تطلع من التربة، وده بيأثر طبعا معانا في المحصول بعد كده. ولازم تحافظ على رطوبة المكان بتاعك وما تسيبوش يتعرض للجفاف. طبعا بعد 7 أيام تقريبا بتظهر معانا نبات الملوخية. هنشوفه دلوقتي. نبات الملوخية من النباتات الجميلة والمحببة للقلب. احنا دلوقتي بنعمل عملية الري زي ما حضراتكم شايفين كده ومتابعين معانا. وعشان تحصل على بذور الملوخية من خلال المنزل، طبعا بنترك الملوخية عشان تنتج أزهار
وبتتحول الأزهار دي طبعا إلى قرون خضراء، ونتركها للجفاف طبعا لأنها بتتحول بعد كده للون البني والأسود، ثم نقوم بجمع بذور الملوخية بحذر حتى لا تتساقط البذور أثناء الجمع عشان نحصل على الثمار، عشان نحصل على البذور بتاعتنا. طبعا بعد زراعة الملوخية طبعا في الحديقة أو على السطح، بعد طبعا حوالي 7 أيام بتنبت نبات الملوخية، وهنشوفه مع بعض دلوقتي حالا. بسم الله ما شاء الله تبدأ النموات إنها تظهر معايا، وكانت تنبت في الوقت المحدد يجب عليك عدم تعرضها للعطش والجفاف، حافظ على التربة تكون رطبة. انبت بذور الملوخية وبعد الإنبات بحوالي 7 أيام تقريبا يمكن البدء في تخفيف زراعة الملوخية حتى لا تكون زراعتها كثيفة. لو عايز تكون الزراعة خفيفة زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، وطبعا تثمير الملوخية لا يتم إضافة أي سماد للملوخية نهائي قبل 4 أسابيع من زراعة البذور، ويمكن التثمير بالكمبوست أو شاي كومبوست زي ما بنسميه، ويتم إضافة الكمبوست الكامل التحلل إلى التربة قبل الري. ومش عايز حد يفكر يا جماعه من التسميد حتى لا تحترق اوراق الملوخيه، مقدار قبضه يد كده او قبضتين كافي جدا لحوض الملوخيه. وطبعا بنقوم بري النباتات مباشر بعد اضافه الكومبوست. طبعا انا هنا ما سمدتش يا جماعه، كله طبيعي اورجانيك خالص حتى بدون سماد عضوي، ويمكن اضافه سماد عضوي من مخلفات الطيور، ولكن بعد جفافه يكون جفاف تام وتحلله تحلل تام وما نقصرش منه زي ما قلنا كده. وننتبه في تنبيه جامد جدا، مخلفات الارانب والحمام هي مخلفات عضويه غنيه جدا بالنيتروجين، وهي مفيده جدا لتسميد الملقية، ولكن يكون التسميد بها أقل من مخلفات أي طيور أخرى، لأنها تكون حامية جدا على النبات وتسبب احتراقه وموته. ولازم يكون في هنا حذر يا جماعة بالنسبة للأسمدة، لكن لا تستخدم التسميد الورقي قبل وجود مجموع حضري كبير. يكفي الاستقبال المحلول بتاعنا اللي احنا هنضيفه بعد كده، ويكون المحلول عبارة عن سماد الخميرة والسكر. بسم الله ما شاء الله بيكون جيد جدا، ولا ما استخدمتوش برضو. الارض بسم الله ما شاء الله مش محتاجة، يجب المحافظة على رطوبة التربة دايما. يمكن ري ملخية مرة كل 2 أو 3 بحسب حالة الجو، انا بصراحة برويها كل اسبوع زي ما حضراتكم شايفين كده، وبسم الله ما شاء الله. وتقدر بعد كده زي ما حضراتكم شايفين احنا عملنا حشينا منها قبل 3 أيام من دلوقتي، يعني غضون 23 يوم 24 يوم بسم الله ما شاء الله. أما بالنسبة يا جماعة للناس اللي بتزرع فوق السطح، لأن أنا زرعتها قبل كده فوق السطح، طبعا بتكون محتاجة لشيء الكومبوست للتسميد، ويجب مراعاة احتياج الملوخية من الري. حاسسوا أن تجنب عطش الملوخية، ولا ينبغي السقي النبات طبعا في وقت الظهيرة، الري في الصباح الباكر أو في المساء. وده كان الفيديو بتاعنا محبينا ومتابعينا لزراعة الملوخية في المساحة اللي حضراتكم شايفينها كده، 2 متر في 2 متر و20 سنتي. ربنا يرزقكم ويرزقنا إن شاء الله رب العالمين ثمار الجنة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، فضلا وليس أمرا ادعمونا باللايك والشير، ونكون سعداء باشتراككم معنا في القناة إن شاء الله رب العالمين. رزقنا الله وإياكم ثمار الجنة. خالص تحياتي لكم، وانتظرونا في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.